أهلا بكم، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي السوري فراس محمد حسن. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. بغداد وجع القصيدة، بغداد يا وجع القصيدة، كلما فاضت جروح بت أنت الملهمة. بغداد يا ظئر الكرامة والإباء، النخل يا أختاه أنهكه الظما. مذ حاصروك وقتلوك، فإننا كهشيم محتضر تخضب عن دما. يا نخل هم دفعوا العراق إلى البلا، أطل النحيب عليهم والمأتما. ما عاد موال يشنف سمعنا، ما عاد دجلة بالغلال منعما. أنت التي أنبت كل غضنفر يحمي العرين ونار بأس أضرما. ككواسر العقبان في ساح الوغى، البيض تشهد والبنادق والدماء. اسأل عن الفرسان من رد الخنا، صاحب الأصائل والسنان اللهذما. اسأل علوج البغي عن أمجادنا، كيف الصلاح أنوفهم قد أرغما. أعلى نداء الله في الأقصى الذي سيمت مآذنه فعاد مكرما. يبكي الربيع نضاره وبريقه، يبكيك ترب الأرض مع قطر السماء. تبكي الحضارة أسها وعمادها ورقاع فخر والغمام المفعما. تبكي عليك الطير في وكناتها، دوح العراق وماؤه يبكي الحماء. دار السلام منار حق في الدجا، كنت السوار لنا يزين المعصما. يا منزلا يشكو الصبابة والجوى، من بعد شهد قد جنيت العلقما. من بعد شهد قد جنيت العلقما. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي. أقدم لكم كتابي هذا المعنون بالرغيف الأسود، وهو كتاب ورد كمذكرات، أو دعنا نقول أنه عبارة عن سيرة ذاتية. صدر الكتاب عن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية بالمغرب في أواخر سنة 2020. طبعا هذا الكتاب هو عبارة عن سيرة ذاتية، وفي الآن نفسه سيرة جماعية لجيل بأكمله. طبعا ورد كما قلت الكتاب عبارة عن مجموعة من المذكرات التي شدت جميعها للعنوان الأبرز، وهو الرغيف الأسود. طبعا هذا الكتاب دعنا نقول هو عبارة عن صرخة أمام كل من جعل الرغيف أسودا، صرخة مدوية أمام الفوارق الطبقية، أمام الاستغلال وأمام الابتزاز وأمام كل الظواهر الوحشية التي يرزح تحتها الفقراء والمدحورون
ومن كان يسميهم دوستويفسكي المهانون. طبعا وردت مجموعة من الدراسات النقدية حول هذا الكتاب، كما تم مناقشته في مجموعة من المنصات الأدبية. بعضهم صنف الكتاب ضمن أدبي البروليتاريا. تحدثت عن الكتاب أيضا الكاتبة نورة عبيد والكاتبة أيضا فتحية الدبش، اللتين اعتبرتاه عبارة عن أو أنه يدخل ضمن أدبي الذات، على اعتبار أن هناك ذات تتكلم، تناقش، تطرح الأسئلة. هناك ذات تبحث عن السبب، عن من كان السبب وراء كل هذه المآسي التي عاشتها. الكتاب هو أيضا منح صوت لمن لا صوت له، هو احتفاء بهؤلاء الناس الذين عاشوا في صمت وعانوا في صمت وماتوا أيضا في صمت. هو إعادة اعتبار لذلك المهمش، مقابل طبعا المركز الذي كان يرى نفسه السيد بطبيعة الحال. دعنا نقول هو إعادة خلط الأوراق من جديد ليصبح المهمش أو الهامش هو المركز، ببساطة لأن الكتاب يركز على القيم الإنسانية التي كانت سائدة في هذا الهامش الذي تم تهميشه عنوة. يحتفي الكتاب بقيم إنسانية نبيلة، ربما في يومنا هذا نحن نعاني من إضمحلالها بشكل كبير، بالتعاون، بالمحبة، بالأخوة، بالغيرية، بالتفكير في الآخر عبر شخوص عديدة. طبعا لم ينسى الكتاب أن يدونهم واحدا واحدا، هؤلاء الناس الذين لم يكونوا فلاسفة، لم يكونوا عباقرة، لم يكونوا أشخاصا معروفين، ولكنهم كانوا يطبقون مبادئ لم يطبقها كثير من الذين تبجحوا بتلك المبادئ. يتحدث عن نساء أو عن نسوة بسيطات، لكنهن كنا يعني يتقاسمن الرغيف كيفما كان مع جيرانهم. يتحدث عن محطات كثيرة، هو أيضا مونوغرافيا للمكان وللزمان، هو تأريخ لفترة زمنية رزح تحتها كثير من الفقراء والمدحورين، هو أيضا احتفاء بتلك الطقوس التي أصبح أطفالنا اليوم طبعا يفتقدون إليها، طقوس اللعب، طقوس المرح، طقوس. هو احتفاء بالجدة، هو احتفاء بالجذور، وهو أيضا نظرة للمستقبل، مستقبل لا يكون فيه الرغيف أسودا، مستقبل يتعامل فيه الناس سواسية على قدم المساواة. طبعا هذا الكتاب هكذا ولد، كما صدر عن قريحتي، كتبته بكثير من العفوية وبكثير من دعنا نقول من التلقائية دون يعني تكلف، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة. طبعا لن أعدد لكم المذكرات 19 التي وردت في الكتاب، طبعا مذكرة تارونجا، أول يوم في الدراسة، العشق الأول، أهل الدوار، الكتاب، صيد الطيور، المقبرة والفرن وأشياء أخرى، العصا لمن يعصى، عيشورة، الفلقة المدرسية، العشاء المقدس، الأميرة السمراء، لاقطات البطاطس أو الموقف. وهاته اعتبرتها الكاتبة نورة عبيد أم المذكرات وسيدة الوقائع والمجاز، لأنها عبر مأساة الفقراء الذين يشتغلون في الضيعات الفلاحية تنقل لك مأساة مجتمع بأكمله يعيش على الطبقية ويعيش على استغلال عرق الفقراء. طبعا هناك أيضا القيلولة، الساحرة المستديرة، العيد، حنة أو في ذكرى جدتي، الناي الحزين أو الحريق، رقصة الموت. طبعا سوف أتحدث عن هذه المذكرة الأخيرة المعنونة برقصة الموت، التي وردت كمحاكمة لكل من تسبب في تلك المآسي. أقرأ لكم ما اخترت أن يكون في ظهر الكتاب، وهي فقرة من هذه المذكرة. قلت فيها: الليل موسيقى الموت ورحلة النفوس نحو الماوراء،
هنالك حيث لا يتجمل إنسان أمام مرآة الحياة والممات، هنالك تبدأ رحلة أخرى، بداية النهاية ونهاية البداية. والمسافر أنا وحدي، أحمل زادا من كلام وحديث وأشعار ومعلقات على جداري الفيسبوكي. هذا كل ما تمكنت من تعليقه على وجه الحياة وجدار الذكريات. تلك صلواتي وحسناتي، وهؤلاء المعلقون والمعجبون بمذكراتي هم شهودي. أخيرا أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم قراءة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تابعنا فقرة هذا كتابي، أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الثقافي. سنوات قليلة مرت على تأسيسها، ورغم ذلك فإن الجمعية الدولية للشعراء العرب استطاعت أن تحقق حضورا لافتا في المشهد الثقافي عبر فعاليات وتظاهرات مميزة، لا سيما ربيع القوافي في مدينة مرسين التركية. باسم الذي نتعودوك أتيت، وأنا الذي ألا أعود نويت، حاولت عقلا أن أباعد بيننا، وعلى الفؤاد إلى هواك مشيت، آت وأحمل كل ملح دموعهم بذلوه فيك، وبعد ما أديت لا تعتبي، فالعين لولا أنها ذرفت سويد القلب كنت بكيت. هناك خلف كل أبيات جميلة وخلف كل إنجاز رجال يؤمنون بالفكرة فيوقدونها من أرواحهم، فإن نحن الجمعية الدولية للشعراء العرب نعلن أن ربيع القوافي في مرسين كان نجمة أضاءت في فضاء الشاعر الكبير الأستاذ أيمن الجبري. أرسلها إلينا هناك في اسطنبول، فالتقت بنجماتنا فأضاءنا سماء الشعر ليؤنسنا أهلها. رحبوا معي بالأستاذ أيمن الجبلي، مديري تظاهرة ربيع القوافي في نسختها الثالثة لإلقاء كلمته مرفقة بمشاركة شعرية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسموني لهذه الفعالية مديرا لأنهم كبار، وإنني في هذا الصرح حجر صغير وربما أصغر حجاري. وقدت مثل هذه الوقفة في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة. لحد يحسب المدير بحق لديتين زيادة. وكان المشهد مهيبا، وقلت لهم أنه كما توقعت الوفة أمامكم لها طعمان، طعم الرغبة وطعم الرهبة. والله إن الرهبة التي أحس بها الآن أمامكم أنتم أهلي في مرسين لأشد وأكبر وأكثر حنانا. لأنها لا تؤمن بخدعة الجغرافيا، ولأنها تؤمن بأن الحدود تتسع بالنبض، ولأن النبض يتمرد على المدى فيمتد ثائرا كالربيع الذي يحطم قيد الصقيع ليعلن في كل مرة ولادة جديدة للعطر. لأجل ذلك كله كان ربيع القوافي ثلاثة.
وكانت الجمعية الدولية للشعراء العرب في مرسين تجمع من كل قلب نبضة سحرا. من الجزائر وليبيا والسودان واليمن والعراق وفلسطين، وليس انتهاء بسوريا، إن فرقتنا السياسة فقد وحدتنا الكلمة. للإنشاد والموسيقى علاقة تناغم مع الشعر، فكان لهما حظ كبير في ربيع القوافي. الشعر وما له من حضور في الحياة كمعبر عن وقعها المتنوع، وما له من تأثير عميق في وجدان المتذوقين والباحثين عن جمال الكلام، صدح الشعراء بعذب القوافي في ربيعها. قلبي هو الإشكات صار دليلهم، جسر أنا لم يشتقيهم، ثقلا مروا وما إن مر آخر رهضهم، قطعوا الحبال وأورثوني الخذلا، ألقوا علي حبالهم تسعى ولم أك ملقيا لأرد كيدا حبلا، ألقيت في يم لحفظ نقائهم ظني الذي ما زال فيهم طفلا، من أجل نار بعد ما آنستها في كل واد كنت أخلع نعلا. تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. أمام نزيفنا الكلمات تعيا، وتعيا عنه ألسنة تصاح. قضينا أجمل العمر انتظاراً، لعل الحزن يعقبه انشراح. فهل قدر تغازلنا المعالي ويشرق بهجة العمر الكفاح؟ غنيت والصوت من عقد مردده وعالم البؤس جرماً يبدع الصمام. غنيت لبيت حراً من دمي وفمي، من يستفز صدى الصوت الذي كتم؟ لا خوف لا صمت بعد الآن، صل على الخوف الجنازة واطلف لا أنا حمما. لا ذل فالحر يأبى أن يساق، وإن الغالبون أجل والله من حكما. ما أخطأ الشعر هذا ذنب أشواقي، فأفرع الكاس صفحا أيها الساقي. أنت الغمام وقلبي نصف زنبقة، فهب دماءك حتى ينبت الباقي. إلى أي الوجوه تميل، ولأي عين إن نظرت تطيل؟ قل لي إلى أي الوجوه تميل، ولأي عين إن نظرت تطيل؟ قل لي
أم قلادة أنجم فيها الحواقندين مذ لامست عيناي في الأقصى انعكاسا للسماء وخافقي متبول أنا ما وطئت سرى رباه حقيقة لكن روحي في حماه تجول تبدي حبيبتي قد وجد مد واتقف من بعد موتك راحة أشهى خلودا في سماوات التعب إذا أفل الملاك للحظة ويل وويل إن تجلى واقترب شبران عن عيني كثير بيننا أعد علي حديث الحب يا سعد وداوب الله قلبا هده البعد له مع الآه عهد أن يرددها والآه ترسمها الأشواق والوجد رماه أهل الهوى في جب يوسفه وما شروه وما ساموه أو عدوا أبوه شيخ وحال الشوق شيبه فيا عزيز الهوى يا من له الجند أمن وأوف لنا كيل الوصال فمن سوى زليخاك في شعر النوى تشتو على قتل ما عشناه لست بقادرة على قتل ما عشناه لست بقادرة فيكفيك تشريدا بنا ومكابرة تلومين أحداث الزمان وإنه براء فنحن الذنب طاغ وثائرة وأن نلتقي للدين بعد معارك على نصف صلح ثم بعض مخاطرة أنا لا أريد الآن منك تنازلا ولكن بقاء لا يكون مقامرة. للمشاركين والقائمين على إعداد ربيع القوافي مواقف عبروا فيها عن عمق ابتهاجهم بالنجاح والتميز الذي ارتقى إليه هذا الربيع. التظاهرة طبعا أقيمت في مرسين، تجري التظاهرة على مدة يومين، يومي 20 و21 من شهر آذار لعام 2021. يشارك في التظاهرة ما يقارب 20 شاعرا ومنشدا وأديبا، وأيضا هناك محاضرات أدبية تختلف من يوم إلى آخر. أيضا هناك فقرات أدبية إضافة إلى هذه الفقرات والندوات النقدية وندوات الصلاة مجلس الصلاة من الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سمية الأربع من الجزائر، ابنة بونة عنابة التي أفتخر بانتمائي إليها وإلى البحر الأبيض المتوسط. أعيش في إسطنبول مدينة الجمال أيضا، فأنا أنتقل من جمال إلى جمال وهذا من حظي. أتينا نحن الجمعية الدولية لشعراء العرب إلى مرسين حتى نحتفي بالربيع، لأن إسطنبول تأبى إلا أن تعيش الشتاء مطولا. واقترحوا علينا أن تكون هذه التظاهرة هذه المرة في مرسين، وقد سعدنا فعلا أن كانت كذلك، فقد كان قدرنا في مرسين ربيعين بدل ربيع واحد، فربيع القوافي في مرسين له طعم آخر بلا شك. طبعا هذا من عمل الجمعية الدولية للشعراء العرب، والتي قطعت شوطا كبيرا وطويلا حتى الآن والحمد لله بتنظيم تظاهرات مركزية كبيرة وربما تكون أكبر من ربيع القوافي 3. فنحن قمنا بالمهرجان المركزي في إسطنبول، وكانت دورته الثالثة الماضية طبعا. وهذا ربيع القوافي ما نريده هو أن نشمل على أكبر عدد وأكبر تنوع من الشعراء العرب في مغترباتهم وفي أوطانهم أيضا. أهلا بكم ضيفي لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي السوري فراس محمد حسن، حاصل على إجازة في الهندسة المعمارية ودبلوم دراسات عليا من جامعة حلب،
بدأ الرسم منذ السن اليافعة، وقد شارك في النشاطات الفنية التي تقيمها المدارس، قام بتصميم عدة مشاريع هامة ومنها استوديوهات الإخبارية والثقافية والاقتصادية. شارك في عدة معارض فنية ومنها معرض الفن التشكيلي المغربي في اسطنبول. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ فراس، ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، حياك الله، فرصة سعيدة، مرحبا بك. الله يسلمك. يعني في مراحل مبكرة من عمرك كما أنا يعني وردني بدأت لديك موهبة الرسم، وسبق أن شاركت في تلك المرحلة أو في تلك المراحل في النشاطات الفنية التي كانت تقيمها المدارس. ودي أن نسلط الضوء على هذه المرحلة، كيف بدأت أو كيف ولدت فكرة موهبة الرسم لديك؟ نعم، بداية الله يسلمكم وأتشرف بأنه أكون بقناتكم الكريمة. حياك الله. بالنسبة لموهبة الرسم فعلا بلشت من الصغر، طبعا مع قلم الرصاص، وطبعا أخوي الأكبر مني كان عنده موهبة في الرسم، فأنا صار في عندي حب للرسم، ومن خلال الرسومات اللي كانت في المدرسة بدأ الأساتذة يصير في تشجيع واهتمام. في أي مرحلة بالضبط؟ هذا كان في مرحلة الابتدائية. نعم. بداية وبلشت تبلور في مرحلة الإعدادية. نعم. السابع ثامن تاسع، وبلشت شارك في المناسبات المدرسية في رسم لوحات أثناء المناسبات اللي تصير في المدرسة، يتم تكليفي ببعض اللوحات في مدينتي، وكنت تلبيهم وأرسم لوحات. أنت الولادة والدراسة وكل هذه مراحل الحياة كانت في حلب؟ كانت في سراقب، مدينة. نعم. سراقب تابعة لمحافظة إدلب. نعم. اللي هي المراحل الابتدائية لكن الجامعة درست في حلب. في الجامعة. نعم. نعم. في جامعة حلب. طيب أنت قلت إنه المدرسين أو يعني المعلمون يعني صاروا يهتمون بهذه الموهبة وينموها لديك. نعم. ويشجعونك على ذلك. نعم. كيف كانت فكرة أو كيف كانت طبيعة التشجيع؟ التشجيع هو كان في حافز من الأستاذ بأنه يعني يظهر اللوحة. نعم. ويعرضها في على جدران المدرسة وأثناء المناسبات، فطبعا كواحد بهذا السن وبطفل بينبسط عند اللي بيشوف أنه لوحته موجودة على جدران المدرسة ويشار إلى بالبنان. جميل. نعم. يعني أنا ودي أسأل عن ماذا يشكل في حياتك الفنان التشكيلي السوري الأستاذ غسان صباغ، كيف انعكست هذه العلاقة على مسيرتك الإبداعية؟ طبعا بعد ما كانت هي موهبة. نعم. والرسم، وأنا طبعا كنت أحب الرسم والفن، بدخولي لكلية العمارة. نعم. الموهبة بلشت تتبلور وصار في أفق أكبر من الأول. كان عندنا مواد اسمها الرسم النظري بالسنة الأولى والثانية والثالثة، مواد الرسم النظري كان مشرف علينا الأستاذ الدكتور غسان صباغ، له الفضل في تعليمنا الرسم والتلوين، وكان هذا الشيء يعطينا حافز كبير أنه نحب هالمادة هاي اللي بتعطي للمهندس المعماري مخيلة أكبر وأفق أكبر للإبداع. كانت التجربة غنية بمختلف أنواع الفن، وعمل مكتبة بصرية. نعم. عنا كطلاب عمارة، المكتبة البصرية هاي من خلال نروح مثلا على الحارات والأزقة القديمة في حلب،
نرسم، نروح على قلعة حلب نرسم. فالدكتور كان يوجهنا، الدكتور غسان الله يطول بعمره، كان يوجهنا لأنه نروح ونرسم بأماكن من حلب القديمة، أماكن أزقة، أماكن مشربيات. نعم. إذن بدأت العلاقة مع الدكتور غسان صباغ في مرحلة الدراسة الجامعية. نعم. نعم. وكنتم تخرجون إلى الحارات القديمة. نعم. لتصوير الأزقة الضيقة، يعني الجوانب والمعالم القديمة لهذه المدينة. الاختيار للأحياء القديمة في بداية تعلم الطالب كيف يرسم وكيف ينمي لديه هذه الموهبة، وهي جزء من دراسة الهندسة المعمارية، الاختيار الأماكن القديمة يعني ما الحكمة منه؟ نعم، الحكمة طبعا بالغة جدا. نعم. لأنه أنت كمهندس عم تدرس دراسة لحتى تصير مهندس، فبيلزمك ثلاث أشياء. نعم. الشيء الأول بيلزمك أنه أنت يصير عندك الواقع أو الفراغ تصير تحيط فيه من ناحية كثلاثي أبعاد. نعم. أنت عم ترسم الحارة هاي، فبتكون عندك تشكيل بصري ثلاثي الأبعاد. نعم. للمكان الفراغ اللي أنت عم ترسمه هاي، واحد. اثنين، أماكن الظل والنور. نعم. يعني كل طالب كان يجلس يرسم من زاويته. فزاويته، الزاوية اللي هو جالس فيها بيشوف شيء ما بيشوفه الطالب اللي يبعد عنه عدة أمتار. فكل واحد بيرسم من الزاوية اللي هو جالس فيها، بالإضافة لتوثيق، يعني يتعمد الأستاذ أنه يبعد. نعم. الطلاب عن بعضهم. نعم. 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 كل طالب بيرسم من المكان اللي هو جالس فيه. نعم. وهذا الشيء بيخلي كل طالب تجربته فريدة عن الآخر. نعم. نعم. الخلفية التي كانت لديك مثلا الموهبة، سواء أنت أو الطلاب الآخرون. نعم. يعني هل كان لها دور في أنها يعني تمنح الطالب فرصة أنه يتعلم بسرعة ويحب هذا الدرس؟ أكيد الخلفية الفنية بيكون الطالب الهندسي المعماري بيكون بلش مو من الصفر. نعم. بيكون بلش من لنقول من 30 أو 40% من ما لازم يوصل له. نعم. فأنا بذكر أنه الفحص المفاضلة اللي كان دخول كلية العمارة خلصت قبل الوقت المحدد. نعم. والحمد لله نجحت فيه. كيف كان امتحان المفاضلة؟ كيف طبيعة الامتحان؟ الامتحان المفاضلة بيتألف من عدة مقاطع. نعم. في جزء بترسم مزهرية أو شكل قدامك بترسمه على الورق، وفي أشكال بعدين هندسية، مقاطع وواجهات بدك. نعم. تختار الشيء المطابق منها، يعني هو عبارة عن عدة مراحل بتجتازها. نعم. وعلامة معينة إذا كان اجتزت الامتحان بيكون. يعني ليس المقياس المعدل في الامتحان النهائي، يعني المعدل هو السنوي، هو لا، هو الوحيد الكلية العمارة اللي. نعم. هي فيها امتحانين او اختبارين. نعم. اختبار العلامات. نعم. واختبار اللي هو الرسم. نعم. فممكن واحد يكون علاماته بتجيب هندسي معماري ولكنه بالامتحان الرسم ما يجتازوا فما بيدخل كلية عمارة. يعني في حالة إذا لم ينجح. نعم. المتقدم إلى كلية الهندسة في. نعم. هذا الاختبار. نعم. اختبار الرسم. نعم. لا يسمح له لا أن يسمح له أن يدرس. نعم. بالهندسة. نعم. نعم. فهذا شيء كمان جميل، إنه اللي بدي يدخل العمارة لازم يكون عنده أساس فني ولو بسيط. جميل. الظل والنور يلعبان دورا أساسيا في الرسم، خاصة تجسيم الأشياء، والمهم معرفة وتشخيص أماكن الظل والنور في المنظور. يعني كيف اكتسبت هذه الخبرة؟ الظل والنور طبعا قبل دخولي لكلية العمارة هو كان عبارة عن موهبة واحد بياخدها من خلال تجسيد الأشياء، رسمة، تقليد
الرسومات اللي مرسومة سابقا. نعم. بعد دخول إلى كلية العمارة، وطبعا كل مهندسين العمارة هذا الشيء بيعرفوه، في نعم. ما في مواد ومادة اسمها الظل والمنظور. هاي المادة بتعلمك بالضبط منين جهة الضوء، نعم. وكيف بدي يصير يسقط الظل على الأجسام بزاوية معينة 45 درجة أو 30 أو هاللي هو. فأنت بتتعلم من مادة الظل والمنظور كيف الإضاءة وكيف الظل، وهذا الشيء بيعطيك خبرة حتى بالرسم. نعم. وطبعا الرسم النظري المادي اللي أنا ببداية الحلقة حكينا عليها كمان بتعطيك خبرة في الظل والمنظور، لأنه في كتير رسومات كانت تم فقط بقلم الرصاص. نعم. لحتى يصير في تقوي للطالب الأجسام تكون ثلاثية الأبعاد. قبل دخول الجامعة أنت كيف أنه في مرحلة مرحلة الدراسة الثانوية مثلا، أكيد أنه كل إنسان كل ما يمر بالعمر تزداد يعني الموهبة ثقلا في هذا هذا المجال. أنت كيف يعني من نبهك لموضوع الظل ظل والنور؟ هو بمرحلة الثانوية الواحد بيصير إدراك عنده في نعم. الأمور بتكون بتصير أعلى، وبيصير بيفكر بطريقة شوي متقدمة. نعم. صار في مسابقات، أنا خضت بمسابقات على مستوى منطقتنا في الرسم، فبالتالي يعني كثفت الجهود في الأمور الفنية والرسم. وهذا الشيء معذرة أستاذ فارس فراس، معذرة أستاذ فراس، بعد الفاصل نكمل حديثنا، معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة المهندس والفنان التشكيلي السوري فراس محمد حسن. أعود لك أستاذ فراس، كنا نتحدث عن الظل والنور وكيف شكلان عنصرا مهما في موضوع التجسيد وتشخيص الأشياء. بدي أن يعني ندخل في يعني في إبداعك بشكل مباشر. طبعا كل فنان ومثقف أديب تنعكس عليه أو يتأثر بأحوال بلاده، صحيح. إيجابا أو سلبا، فرحا أو حزنا. ودي أن تحدث عن تجربة فراس محمد حسن، كيف تعاملت مع جراح سوريا. نعم. بداية الفن رسالة، رسالة راقية تؤثر في وجدان الشعوب. نعم. والفنان مثل أي مثقف، سواء يعني الكاتب بقلمه، كمان الفنان بريشته. نعم. يعبر عن جراح وعن هموم وطنه وأمته. نعم. فطبعا يعني هذا الشيء مثل ما تفضلت يعني انعكس علي من بداية الأحداث. نعم. والثورة السورية اللي انطلقت بال 2011. مثل ما منشوف الآن باللوحات اللي أنا نعم. مساويها في كتير. يعني هذه اللوحة مثلا، نعم. واضح أنه هذا الطفل إيلان الذي وجد غريقا وميتا، نعم. على سواحل تركيا. نعم. نعم. بدي أن يعني تشرح لنا وللجمهور أيضا تفاصيل هذه اللوحة ومداخلات هذه الألوان. طبعا اللوحة هاي كفكرة عامة عنا هي معروف سوريا من موغلي في القدم، نعم. وتاريخها عريق جدا. بيحتوي على جميع الحضارات المتعاقبة من آلاف السنين. نعم. نبلش من اليمين اللي هي أعمدة تدمر، نعم. والوجه اللي هو وجه زنوبيا. طبعا الوجه هو بيحتمل سفن،
بنفس الوقت اللي هي السفن اللي كانت تأخذ المهاجرين ويغرقوا في بالمخاطر. طبعاً الأعمدة عبارة عن بتتناهى كأعمدة، بس هي بتبلش بنساء سوريات العفيفات اللي حملوا كمان أطفال وأزواج بتوابيت مثل ما منشوف فوق نتيجة جرائم. إذن هذه فوق الرؤوس هي توابيت. نعم توابيت هي نتيجة جرائم نظام الأسد. نعم. طبعا اللي في الوسط هو مسجد الأموي. نعم. مثل ما منشوف تحول إلى سجن. نعم. وعم بيعاني مع الشعب، مع الناس المقهورة. في الوسط مثل خيمي وإيدين عم يلتجئوا إلى رب العالمين في الدعاء لهذا الشعب المظلوم. بعد مثل ما منشوف اللي هي مدخل قلعة حلب. نعم. والأقواس اللي عم تطلع الناس فيها إلى وكأنه عم بتحاول تعطينا رسالة إنه نحن عم نعاني بالصعود في هالدرج. نعم. وعم تصعد أرواحهم. نعم. مثل ما منشوف قلعة حلب هي العربي، بتشكل العربي للطفل عمران اللي كمان نابوا نصيب. نعم. من القنابل وعلى فرس أبيض وكأنه عم يحاول إنه ياخد الناس معه. طبعا نعم أنا أرى هذا البحر طبعا اللي نعم سواحل تركيا كما وجد هذا الطفل إيلان يعني جسد عمق المأساة التي عاشها شعبنا السوري. هذا اللون الأحمر هو لون البحر، هل تشير إلى الدم؟ هذا اللون هو الدم. نعم. هو البحر ولكن تحول إلى مأساة. نعم. إذا منشوف إنه هاي الحضارات عم تحتضن مأساة. نعم. بجميع أصناف المآسي اللي مرت على الشعب. نعم. عانوا الأطفال من هالمأساة، منهم غرق، منهم تعرض إلى مجازر وقتل. نعم. وتهجير. هذه اللوحة التي أرى يعني جرار تركتر. نعم. يحمل خارطة سوريا. نعم. إلى ماذا تشير بهذا اللوحة؟ هذه رسمت اللوحة ببداية التهجير اللي صار لمنطقة إدلب. نعم. الناس حملت بعض الأمتعة. نعم. واللي حطوا عن على الجرار واللي حطوا على التريلا واللي حطوا بسيارته. نعم. أخذت ما يعني قطعة، رمزت أنا لهذا الشيء إنه قلب. نعم. أخذوا معاهم سوريا هي بتشكل قلب وأخذوا معاهم. نعم. فوق اللوحة اللي فوق هي كمان باعتبار إنه بلدنا إدلب مشهور بالزيتون. فهو يتمسك في رمز هالبلد هاي. زائد انه الحالة شبيهة لامرأة فلسطينية ايضا تتمسك بشجرة. نعم. شجرة. صحيح. الزيتون. صحيح. ويحاول الاحتلال اقتلاعها. نعم. معاش. نعم. نعم. هذه اللوحة مسجد. مسجد خالد بن الوليد في حمص. نعم. ورمزيته الكبيرة عند السوريين بشكل عام. نعم. ومقام سيدنا خالد موجود فيه وصار في تهديم للمسجد خالد بن الوليد في حمص. معروف من قبل ميليشيات إيران. نعم. نعم صحيح. التي تحاول أن تحمي هذا النظام المجرم. نعم. هذه اللوحات الأخرى مسجد الأموي في دمشق. نعم. رسمتها برصاص أثناء كمان التهجير امرأة وطفل من معرة النعمان وبلدنا سراقب. ومبين واضحة المعاناة على وجوه الأم والمرأة والطفلة. حتى أنا تقصدت أني أرسمها بالفحم. نعم. نعم. بالنسبة ل هذه اللوحة اللي بالزاوية. بالزاوية طبعا بورصة. نعم. اللي في تركيا فيها كثير من المعالم الجميلة، فكان إلى نصيب من بعض اللوحات ورسمات. لأنك تقيم الآن في بورصة. لأني أقيم في بورصة. نعم. فرسمت عدة لوحات منهم هاي اللوحة. نعم جميل. نعم.
اللوحة الفوق أراها الآن واضح أن هناك المسجد الأقصى، كان لابد من قبة الصخرة. نعم. ونعم بين زيتونتين. مثل ما هو معلوم أنه فلسطين بقلب كل عربي. نعم. كل مسلم، فلازم يكون في إلها نصيب من الفن. فرسمت أنا عدة رسمات، هاي من بيناتهم لقبة الصخرة. نعم. والزيتون. جميل. بدي أتحدث عن المشاركة الأخيرة لحضرتك، وهو المعرض الفن التشكيلي الذي أقيم قبل أيام في اسطنبول، سمي بالفن المغربي أو الفنون المغربية. عندي يعني أنت شاركت في معارض كثيرة. نعم. هذه كانت آخر تظاهرة وآخر فعالية شاركت فيها، بدي أن تحدثنا عن هذه المشاركة. بالنسبة للمعارض، وآخر معرض صار بإشراف الدكتورة سجى جاني. نعم. وكان إلى الفضل بتنظيم المعارض اللي وجمع باقات من جميع الوطن العربي. نعم. فكان هذا المعرض اللي صار مؤخرا بفنانين مغاربي. نعم. حضروا من المغرب، وكان لي الشرف اني شاركت فيه بفعالياته، وكان في لوحات جميله جدا من بايدي اخوتنا فنانين المغاربي. ودي أتحدث عن تجربتك أنت، مشاركتك. ما هي اللوحات التي شاركت بها؟ اللوحات اللي شاركت فيها طبعاً اللوحة تبع حضارة سوريا. نعم. معاناتها، والمسجد دمشق. نعم. واللوحة البورصة. نعم. ولوحة الثلج. اللي كمان. نعم. باعتبار هذه في أي مدينة؟ في أولوداغ بورصة. في بورصة. نعم. باعتبار بورصة مدينة تغطيها ثلوج فترة جيدة من العام. نعم. خاصة الأولوداغ. نعم. هذا المشهد موجود حقيقي أم تخيلي؟ لا حقيقي. نعم. نعم، هذا الكوخ والمشهد حقيقي موجود. نعم. نعم. جميل. حضرتك اشتغلت على بحث في نظريات وتاريخ العمارة، فماذا نتج عن هذا البحث؟ البحث بعد ما انتهيت من الإجازة في الهندسة المعمارية سجلت دبلوم دراسات عليا. نعم. وكان وسجلت بنظريات وتاريخ العمارة. نعم. كان البحث المقرنصات في عمائر حلب المملوكية بإشراف الدكتور ماجد دبابو. نعم. بقدر المشقة اللي كانت في هذاك الوقت بعام 1999 درت تقريبا كل حواري حلب. نعم. أخذت مني بالتعب لحتى أجمع كل المقرنصات في فترة المملوكية. نعم. لأنه هذا الحلي اللي هي المقرنصات من أجمل الحليات اللي أبدع الفن المعماري الإسلامي على مدى العصور، لأنه حلي ثلاثية الأبعاد وليست ثنائية الأبعاد. نعم. بتنظر إلى من أي مكان فبتلاقيها حلي، سواء مسقط أو واجهة أو منظور. نعم. فالبحث كان هو تحليل المقرنصات. نعم. في بأشكال هندسية. نعم. كيف فكر المعمار في هذاك العصر بنحت. إذن التركيز كان على المقرنصات. نعم. شكرا لك المهندس والفنان التشكيلي السوري فراس محمد حسن على هذه الجولة الممتعة في فضاءات الفن التشكيلي. الله يسلمك. شكرا لكم لقناة الرافدين، ويعطيكم العافية. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.